اي وينكم اي حبيت ان نعزي ولاد وبنات تونس. الرئيس متاعنا توفى الباشي قايد سبسي الله يرحمه، انا لله وليه راجعون الكلنا معناتها اون فا سويفغ سون شومان. هو اللي تي بون بور لا ستابيليتي متاع البلاد، يعطيه الصحة وكثر خيره والله يرحمه. فهمت؟ وماذا بينا تفسروا لنا للشباب شنو هي الفونكسيون تاع رئيس؟ الا هو رئيس محطوط هكك وبرا البوفوار نتاعو تخي ليميتي، يحكموا فيه كالكو ديبوتي نتاع لوبوزيسيون والماجوريتي، معناتها ما نجمش حتى يعمل حكومه يحطوها له. معناتها فسروا له شباب، فهمت؟ مش تغلطوا خاطر الرئيس يولي عنده تو لي بوفوار. فسروا له، فسروا له، مش كيما بكري يا ناس راهو في الكونستيتيسيون. الكونستيتيسيون مروشكه، فهمت؟ معموله صبات قد الساقين نتاع الجماعه. دونك سون لو بوفوار دو بريزيدون فسروا لي لي تخي ليميتي، فهمت؟ تخليوش العباد تحلم كي يجيهم رايش جديد شو يعمل لهم. ما عنده ما يعمل، ما عنده ما يعمل بريسك. كان شي يخرج لنا، يخرج لنا يهنينا وقت الهلال طلع عيد الصغير والكبير، وسايب لنا اربع مرابيط ويعمل لنا زوز تفينة ولا حاجة، ولا ما نعرف كوميموراسيون تاع حاجة، ما نعرفش حاجة، ولا يمشي يسافر يحوس حاجة أخرى. فسرونا بالله، يخرج في التلفزة فسرونا باش الشباب يعرف، فهمت؟ وربي يرحمه وتحيا تحيا تونس. فهمت؟ وكا هو هاي الله غالب وسيتو، وان شاء الله اللي يجي شي يعوضه يخدم ضمير ويحب ولاد بلاده وبنات بلاده. وسيسون على كل البلاد، يرحم والديكم، فهمت؟ يرحم والديكم، سيسوا عليها البلاد، ونبدلوا شويه العقليه نتاعنا، نحبوا بعضنا شويه ونقولوا فيها مع بعضنا.